لا تكفل انت. اوكي رح افك عنك التغليف، بس ثاني مرة لا تكتب تعليق مو حلو. ليش 1900؟ أبوي فتح الأندلس، راح هو وطارق وفتحوا الأندلس. أنتي افهميتيني كحاليات. أنا فهمت غلط. أنا فهمت غلط. أقول لك كفو منك وأنا فهمت غلط. شلون ضبطت معك؟ أوه عن جد طارق بن زياد راح الأندلس، ما كنت أعرف. نو خلص مثل ما بدك، المهم أنك أنت اعترفت. إذا أنا فهمت غلط ولا أنت حكيت كلمة غلط، المهم أنه بالمستقبل ما يكون في كلام مو حلو. ضفتك لأنك أنت اعترفت أنك ما يعني إذا كان في غلط. هاي رجع كتبها مرة ثانية. يرجع عيده. شو دخلك انت بالبث؟ شنو اسمه يسكروا مؤقت؟ شو دخلك انت بالبث؟ تم ايقاف البث المباشر مؤقتا، شنو يعني؟ والخيل وخرج طاردا على ظهر الحمار. على فكرة طارق بن زياد قتل الخليفة عبد الملك، تمام؟ مو عبد الملك، عبد الملك اللي قتله. كلياتهم كلياتهم ظلون تسوون، تركضون ورا الدنيا، تركضون ورا الدنيا، تركضون ورا الدنيا، تركضون ورا الخرا. اخر شيء انتوا تقتلون نفسكم بنفسكم، مثلكم مثل يزيد كمان قتل نفسه وراح حرق الكعبه ومدري شو عملتوا. كلكم نفس الشيء. تفتخر انت بطارق بن زياد؟ تفتخر فيه. اخر شيء هو راح فتح وعمل وسوى للامويين، واخر شيء الامويين قتلوه. وحتى الحجاج، حتى الحجاج نفسه كله نفس الشيء. يزيد قتل المختار، ما شاء الله عليك. لا قتل الحصان يزيد. الحجاج عسل وكل حضر. يلا صار لي ساعة أحضرك، بس ما الله يرحمه، الله يحشرك مع الحجاج إن شاء الله. قول آمين. يحشرك مع الحجاج، يحشرك مع غيرهم كمان. حجاج مين؟ ما تحبي؟ ولا تحبي؟ عادي لا تستغلي، تخجلين انت. هذا الخجل ما يلبق لك، انت حلوة أمورة. تعالي تعالي قاتي هون، تعالي تعالي. في ناس يحبون الحجاج، يزعلون بعدين، يزعلون لما يحكوا عليهم الناس، يزعلون طبعا. هلا سيف قلب القلب. قالت ما تحب الحجاج، الحجاج ابن يوسف الثقفي. اركض ورا الدنيا وهي تركض وراك. اليزيد رضي الله عنه قتل المهدي المنتظر. ايوه صدق. الو ممكن سؤال مدوخ العالم، هات لشوف الجواب.
رضي الله عن الحجاج والصحابة وزوجات النبي، ولا هل تتوقع أنه هذول اللي أبوهم مو معروف منهم مثلهم مثلي ولا مثلك أنت ولا مثل في بعض الناس؟ هل تتوقع أنت ناس تترحم على الحجاج هم مثلهم مثلي؟ طبعا لا. قاعدين يتكلمون على شغلة من 1400 سنة، طبعا لا. هل تتوقع هالشي أنت؟ أحسنت، بار متعين فيكم كثير، صح، برافو عليك، الله يسعدها لأمك، ظاهر كثير ارتاحت. شو كان اسمك؟ اسمك أحمد، برافو عليك يا أحمد، تربح معانا 15-1 لأمك. لا احنا ولاد آدم وحواء من البداية، مستحيل هذا الحكي. شوف شوفهم انت، شوفهم تعرفهم زين. الحجاج فتح على يديه بلاد لم تفتح في أحد من الصحابة. ويعني أبو الصحابة دير بالك ليش أقول لك شي عرق. صحابة 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 يروحوا للجنة صحابة ياخذوني معاهم. سيف اشتكت للمناقشة معاي. محمد انت مين؟ محمد نسيت. ما اتذكر والله. ألف وأربعمائة سنة ما شالت الغل والكره من قلوبنا، ليش؟ ناس جهلاء. قل له اصنع لك شغلة، ما يعرف يصنع. كنت دائما قيس. I want to marry you. Where are you from? I want to تسكن هسه حاليا. لا اسوي لك هيك اضربك حتى تمشي صح. امريكا يقول لك انت زاحف شي ولا مو زاحف؟ انت زاحف؟